تصعيد ميداني في ظهر البيدر وتصعيد كلامي في زحل ترشيش، هكذا كان حال أهل العسكريين المخطوفين لدى الجماعات المسلحة. ففي ظهر البيدر استقطموا الأتربة ورفعوها سواتر ترابية قاطعين هذا الطريق الدولي أمام أي حركة حتى ولو كانت ذات طبع إنساني. وقد حاول مواطنون استخدام طرقات ترابية بديلة ولكنهم وقعوا في فخ وعورتها. وأكد الأهالي أن تحركهم هذا لن يتوقف وأن أي ضغوط أو اتصالات لن تثنيهم ولن تفرض عليهم التراجع عن قطع هذا الطريق سوى الجدية في الإفراج عن أبنائهم. لأن لحد الآن قالوا لنا تسكروا الطريق نهائيا، لازم تصعدوا ولا وضعنا بخطر. العالم لازم تتفهم بس هالكلمة وتحط حالها محله. من ظهر البيدر إلى منطقة التويتي بين زحل وترشيش وصلت مجموعة من أهالي العسكريين وقطعوا على الفور بالسيارات والإطارات المشتعلة الطريق الرديف الذي يربط البقاع ببيروت ومناطق في جبل لبنان وغيرها. ووسط توقف حركة السير هناك لمدة ساعتين ونصف الساعة، أكد الأهالي اعتذارهم من المواطنين على قطع الطرقات باعتبارها الوسيلة الوحيدة للضغط على الحكومة، وكشفوا في أثناء اعتصامهم هناك عن مطلب وعن معلومات تتعلق بالمفاوضات. ونتمنى من الحكومة كمان أنه يكون مع إنسان بخلية الأزمة من أهالي الأسرة مشان تنعرف شو عم بيصير جوا. وعلى اساس كان في مبادله تحسينيه بيسلموا ثلاثه بيجيبوا لنا ثلاثه للعيد يعني. اكيد هذه كانت المبادره. عرفنا امبارح عبر وسائل الاعلام الوفد القطري فل وما طلع بيده شيء. انا بتمنى من جهه الخطفين يتركونا اولادنا لانه غلطانين انه خطفوا اولادنا، لانه الدوله لا عم بتخايد ولا عم بدها بالمفاوضات، اللي عم تكذب علينا كل سوا، دولتنا عم تكذب. يتحسر اهالي العسكريين على ان تحركاتهم ونداءاتهم حتى الساعه لم تحرك الخاطفين ايجابا ولا المسؤولين باتجاههم، لافتين الى انهم يتحركون بين مطرقه مطالب الخاطفين منهم وسندان انزعاج عامه المواطنين من قطع الطرقات.